معكم عبد المجيد بن حسين رئيس هيئة الضامير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان. اليوم تنحضروا في هذه المحاكمة ديال هاد الناس اللي ضيع عليهم الحقوق ديالهم. كما يعلم الجميع أن هاد السوق هاد النموذجي اللي أسسو جلالة الملك وقع فيه خروقات، وهذا الشيء خصو يعرفوه أي واحد بأن الناس اللي تستحقوا ياخذوا الحوانت خداوه ناس، حيت هاد السوق هذا تأسس للناس الفقراء، راه الأغنياء اللي واخدينه دابا، وخاصو يتفتح تحقيق. حنا راه قلناها للسيد الوكيل العام وعيينا ما نتكلموا على هاد السوق هذا. هاد السوق هذا ما عرفناش كيفاش تتفرق، فين هي الاحصائيه ديال 2017؟ والناس اليوم تيتكلموا باش يركبوا على هاد، كاين احزاب بغاو يركبوا على هاد الملف، وهما اللي داروا هاد الخروقات هذه. جبدوا لنا اللائحه ديال 2017، تنتكلموا على العداله والتنميه. 2017 راه هما اللي داروا هاد الاحصاء وداروا هاد التخربيق ودخلوا واحد المجموعه ديال الناس، وما بقيناش نعرفوا كاينين الناس من كازا مستافدين هنا في السلا، ولاو تيخربقوا حتى في المشاريع ديال سيدنا. هادشي راه خطير، هادو الناس راه ولاو ما بقاوش يتحدوا، ولاو كيخلودوا في المشاريع ديال الملك. عرفتي الملك داير مشروع وجاي الناس كيخلودوا فيه، راه كاين الحالات اللي وصل 40 مليون 60 مليون هنا خاص يفتحوا تحقيق. راه مدينه سلا ولات مهيئه، راه ما بقيناش نعرفوا شكون هو اللي تيحكم في مدينه سلا. الزيد عاوتاني هذوك اصحاب دور الصفيح، وراه الناس كاينين اللي ما كانوش، كاين اللي في هولندا واستفد. انا عندي باش يفتحوا معايا تحقيق، انا عندي كاين واحد الدوار حلاله، كاينين الناس في هولندا في المانيا وخداو بقع، والناس مساكن اللي عندهم وليدات اللي يستحقوا ياخذوا هذوك البقع ما خداوهاش. كاينه عصابه هنا في سلا، انا تنقولها لكم كاينه عصابه تتحمل المسؤوليه ديال كلامي، راه خاصهم يسمعوا هذا الشيء. راه كاينه عصابه، كاينين قيادات هما تيتصمصروا في هذا الشيء، مقدمين داروا او تقدموا ولا داير لك ما عرفتش شنو هو. مناش داير هذا الشيء، مناش ندخلك نعطيني 20 مليون 15 كاينه الملايين. انا تواصلوا معايا الاخوان البارح باش يديروا وقفه هنا، ولكن هذا السيد وكيل الملك ما يستحقش نديروا عليه وقفه. علاش؟ لان الراجل كيطبق القانون. كون كان الوكيل الاخر اللي قبل نديروا عليه 17 الوقفه، لان هذا كتيخلعوها محامي تدخل عنده تيخلعوا. نقول لكم صار وما تحيدوا حتى حاجه، الله يرضي عليكم تقطعوا حتى حاجه، لكن انا تتحمل مسؤوليتي. هذاك راه يدخل عنده محامي يقول لي انا في المخابرات مشى هذاك السيد. انا نقولها لكم وقع هذا الشيء وعندي الدليل وعندي ما يفيد. اما هذا السيد وكيل الملك ما يمكنش نوقفوا عليه شي هاد الوقفه هذه، والله الا عيب علينا كنا نديروها يعني في جهه اخرى. هذا الراجل يطبق القانون، حنا غنبقاو ما تنحزروش، من يجي عنده الملف ديالي يطبق معايا القانون. حنا بغينا الناس، شوف حلال المغرب ولاو تيقلبوا على الناس اللي تيطبقوا القانون، ولاو باغيين الناس اللي كيطبقوا هذا الشيء مفروض عليهم راه كيتخلصوا. يعني اي وكيل ولا رئيس محكمه راه خصو يطبق القانون. علاش مديور هو في المحكمه باش يطبق القانون؟ هما هاد الناس هادو والله العظيم حنا فرحانين، ورانا قلت لكم كنا غنديروا وقفه، ولكن هنا امام هاد المحكمه ما يمكنش لينا نديروها. شوف هاد الوكيل هذا معروف في الدار البيضاء، اما تكذب عليه تقول لي راه الفرقه الوطنيه ولا المخابرات، هذا تيحكم هذاك الشيء اللي عنده في الملف، وحنا جربنا معاه ملفات هنا، السيد تيحكم بالعدل. اش بقاو حنا نزيدوا نكملوا؟ يعني كل واحد نقولوا فيه واحد الكلمه ديال الحق. قلت لكم انا تنقول لكم كان الوكيل الاخر اللي كان قبل غنديروا عليه ماشي وقفه ونعتصموا ونحيدوا حوايجنا هنا، لان هاد الناس خاصهم حقهم وغياخذوا حقهم ان شاء الله، لان هما ما دقوش البيبان، هما تيديروا بعض المره وقفات اللي ما خاصهمش يديروها، وماشي في المكان يعني تيمشيو يديروها في سوق الصالحين، خاصهم يديروها في واحد الاماكن، خاصهم يديروا الشكايات بهذوك الناس اللي خداو لهم حقهم. علاش حنا تنبقاو ديما نخبيو هذوك العصابه اللي دات لهم رزقهم، وكنجيو حنا تنقلبوا على ناس اخرين؟ كاينين الناس هما اللي ساهموا باش يديو لهم رزقهم، خاصهم يديروا بهم شكايات. علاش كيخرجوا دائما تيهربوا من العقاب؟ انتوما اللي كنتو تتحصيو وما تتحملوا مسؤوليه، وتنطلبوا باش يفتح تحقيق. هذا الشيء ما غنسكتوش عليه. امين ديال الفخاره في سوق الصالحين. هذا السوق اسيدي سيدنا الله ينصرو عطاه للمساكين، دابا دخلوا فيه حتى العفاريت، ويني داكشي من اسمه من ديالنا، هما اللي دخلوه من القيد ورئيس الجمعيه. هاد الناس هاد الجوج هادو بعطروا السوق، سوق تبعطر. هذا طيان لهاد الجهه، انا الطيانه ديال اسمه هو طيانه، الصف ديال الطيانه بوحدو وباعوه على الواجهه، ودخلوا الطيانه المواد على الخياطه. هذه الاولى، وثانيين هاد الشيء انا ما يعجبش حتى واحد، حتى الملك ما غادي يعجبوش، ما يعجب حتى واحد. الشيء اللي في السوق ما مرتاح حتى واحد، اللي حنا في السوق ما مرتاحينش. الناس هنا واحد اسمه هو مع نهار العيد غا جاو كيركبوا على محلاتهم، قال لي ما داير لا احتجاج لا والو، سولتهم انا
مالك ما درناش الاحتجاج الاول وغادي جاو تركطونا. حقوقتهم ضيع الناس. انا لامين وخدم مع السلطه مزيان، خدم مع السلطه اكثر من القياس في التحوال الاول والثاني والثالث، وحيدوا لي اربعه الحوال اربعه العيالات. هادو من الناس اللي عندي انا اسمه فلان. اللي معك في السلطه اللي حصى عندي اربعه العيالات، بعد علاش يحيدوهم؟ محصيين ما حالاتهم كانوا فيهم تصبحوا كاينين اللي ما كاينين اللي هرب عليه الراجل كاينين بزاف هذاك الناس. هاد الناس هاد سبحان الله العظيم هو انا شكون هادشي شكون داروا راهي الجمعيه جات ومحصيه انايا طالعه في السيستيم محصيه في 2010 وفي 2016 وطالعه في السيستيم وهالوريقات ديالي ملي كان المرجان تما كانوا فرق بلوك 6 كان عندي الحانوت تيقول لي دابا نعطيك دابا نعطيك وما عطاوني حتى حاجه ولدي وانا محصيه وطالعه في السيستيم وما استفدتش لقيت يقول لي اليوم نعطيك اليوم نعطيك دابا اربع سنين هادي وما عطاني حتى شي حاجه وطلع في السيستيم ومحصيه في 2010 وفي 2016 وهالوريقات ديالي حقي الحانوت ديالي ما عندي ما من غير داك الحانوت هو اللي عندي ولدي ضربه بحقي محصيه وطالعه في السيستيم ولدي هالوريقات ما حضرتش تنحضر القرعه تيقول لي لقيت سيري دابا نعطيك دابا نعطيك وما عمر تمشى للخنيفره دابا ما كاين حتى شي حاجه ما استفدت حتى شي حاجه هالوريقات ديالي ومستافده وانا طالعه في السيستيم عندي وريقات من المحكمه هم اللي ما عطانيش العمل في القرعه تنحضر تنحضر تيعيط على من بغى ولا عمره ما عيط ليا اللي تمشي عنده تنخرج عنده حتى المشروع تيقول لي شوفي كوني هانيه الحانوت ديالك راه كاين كوني هانيه راه الحانوت ديالك في رمضان الاخر ورمضان الاخر الحانوت ديالك راه كاين كوني هانيه الحاج سكتني عبد الهضره حتى شي حاجه ما استفدتش منه وانا كنطالب بحقي وعاش الملك عاش الملك. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.